اذكر 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 حيوانا يأكل العراقيون لحمه. العراقيين يأكلون لحوم معروف، وهو الخليجيين طبعا. وإحنا إيش نأكل؟ الخروف. الخروف، خروف، خروف، والخروف نعم موجود، وهو أقوى احتمال. قرر مع من نلعب؟ معكم هدية؟ أي جينا نلعب. إذا جيت تلعب غير تأخذ العد، تفضل تفضل شو هاد. ويلا أخ علاء، إذا جاي تلعب شال المفروض تأخذه. الله الله، متفقين. سهل. ألينا، اذكري حيوانا يأكل العراقيون لحمه. قلنا خروف، وبعد بقرة. البقرة، البقرة صح. وميز دجاج. الدجاج، الدجاج نعم موجود. الطيور، والدجاج هو نوع من الطيور، وكل ما هو طائر يأكله عدا بعض الطيور، يعني الخفاش ما يأكله، والحمد لله. وأخت نهاد، السمك. الأسماك، السمك، ونعم ونعم. باقي أربع احتمالات ورح تطلع كلهن. وأخت سهاد، احكي لي، اذكري لي حيوان يأكل العراقيون لحمه. الغزال. الغزال، يا غزال نعم. وبعد أخت ألينا، روبيان. الروبيان، الروبيان، الروبيان نعم. الحيوانات البحرية وما شاكله. وباقي احتمالين، ستة واثنين. وش تقولين ست ميس؟ اذكري حيوان يأكل العراقيون لحمه. الجمل. الجمل، البعير، ونعم. باقي بعد، باقي بس احتمال واحد. وش تقولين ست نهاد؟ أرنب، لحم الأرنب. جاوبيني، اعطيني جواب نهائي. شنو؟ شنو؟ أرنب، لحم الأرنب. أرنب، الأرنب، أرنب، خطية الأرنب، الأرنب، أرنبوه. خروف، سمك، بقر، طيور، جمل، حيوانات بحرية، وغزال. و عندكم خطأ واحد. وسهاد، اذكري لي حيوان من الحيوانات التي يأكل العراقيون لحمها. شنو؟ هي الأسماك، الحوت، نوع من أنواع الأسماك، الحوت. الحوت. أي. الحوت. من يجيب الحوت؟ ما هو الأسماك قلنا أولاً، ثانياً في تونس السمك يسموه حوت. إحنا سمك، هاي سمك. وحيوانات بحرية.